تتواصل ردود الفعل على الساحة الرياضية عقب انتهاء مباراة الأهلي والإسماعيلي ضمن فعاليات الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت أحداث شغب بين جماهير الفريقين أثناء سيرهما إلى ملعب برج العرب. تأتي هذه الأحداث في ظل محاولات لإعادة الحضور الكامل في مدرجات ملاعب كرة القدم بعد مدة سمح خلالها بدخول 5000 مشجع فقط، إلى جانب التوعية بضرورة الابتعاد عن التعصب وبالتحلي بالروح الرياضية وتفاديا لتكرار الأزمات التي شهدتها الكرة المصرية في السابق. وقد تم القبض على 5 أو 6 من المشاركين في هذه الأحداث التي تعرض أمامكم على الشاشة الآن. وأطلق رئيس النادي الإسماعيلي يعني مطالبة بالإفراج عن هؤلاء الشباب حرصا وحفاظا على مستقبلهم. نرحب عبر الأقمار الصناعية الآن من الدوحة بالأستاذ عبد الفتاح أحمد الصحفي والناقد الرياضي. أستاذ عبد الفتاح برحب بيك. يعني في البداية قبل أن نتحدث عن مسألة الشغب وما حدث في مباراة الإسماعيلي، قبل قليل حسم الزمالك بطولة الدوري بشكل رسمي بعد الفوز، يعني دون أن يلعب، لأنه بالأمس تعادل الأهلي واليوم خسر بيراميدز المنافسين المباشرين، بالتالي حسم الزمالك درع الدوري هذا العام للعام الثاني على التوالي. بتشوف إزاي هذا الانتصار أو هذا الفوز يعني الصعب لو جاز التعبير، لأنه كان فيه ظروف كبيرة وصعبة بتواجه الزمالك هذا العام؟ أهلا بك يا أستاذ تامر وبكل السادة المشاهدين، وطبعا دي فرصة فعلا نهنئ نادي الزمالك لفوزه ببطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي، في موسم طبعا زي ما حضرتك قلت موسم إعجازي، ممكن موسم الزمالك قابل فيه صعوبات كتير جدا جدا، وهو ده دوري فندق، يعني الزمالك توج بالدوري هو قاعد في الفندق عنده مبيت طبعا معسكر لمباراة بكرة بتاعة الاتحاد السكندري اللي هيتوج فيها رسميا خلاص وهيستلم الدرع بكرة. وخليني برضو يكون ده المدخل بتاعي يا تامر بعد اذنك على الموضوع اللي انت بتتكلم عنه، لان الزمالك لما بيفوز دلوقتي بالبطوله رقم 14 اللي هو الاهلي فاز بيها سنه 77 مثلا والفرق بينهم 28 لقب، فمش الموضوع مش محتاج ان مثلا جماهير الاهلي تبدا من دلوقتي تهين نادي الزمالك او تهين انتصاره، لان هو ده اللي بيعمل المشاكل يا تامر بعد اذنك. هو دلوقتي هو الخلافات ايه؟ ان مثلا نادي الزمالك ده نادي كبير والنادي الاهلي نادي كبير والنادي الاسماعيلي نادي كبير، لكن انا لما افضل قاعد مثلا قدام قناه النادي الاهلي او قدام قناه نادي الزمالك وعمال اسمع المذيع اللي قدامي عمال يتكلم على المظلوميه وان انا اتظلمت وان انا اتبهدلت وان انا حقوقي راحت، ما انا كمشجع لسه صغير والادوار بتتبادل كمان، يعني أو مش واعي أو يعني في السنوات اللي فاتت كانت اعلام الزمالك هو اللي بيقول احنا مظلومين والطرف الاخر بيجامل، انقلب الحال وبقى اعلام الاهلي هو اللي بيقول ده والطرف الاخر بيقول لا مفيش ظلم. يعني انا بصراحه يعني ايه المشكله انه ده يحصل؟ في النهايه كل الاطراف بتتكلم وكل الاطراف بتقول انه انا وجهه نظري انك تستحق او لا تستحق. بنشوف حتى في اوروبا ازاي في تنافس بين دربيات، شفنا لسه منذ قليل يعني ليفربول ومانشستر يونايتد، فليه بنعتبر ده مدخل للتعصب وما ناخدوش في سياقه ان ده في نهايه التشجيع؟ يعني في نهايه التشجيع بالنسبه للجماهير انك تحفل بالمعنى المستخدم او انك انت تقلل من انجاز الطرف الاخر او تفخم من نفسك يعني لو جاز التعبير، ده عادي، لكن ان يتطور لان احنا نشوف بقى رشق بالحجارة او اعتداء من جمهور على جمهور او من جمهور على لعيبة، ده بقى اللي هو جريمة يعاقب عليها القانون ويجب ان يتم التصدي ليها فورا. وخلينا نكون واقعيين على فكره، برضو في الدربيات الانجليزيه بيحصل بعد المباريات شغب وبيحصل برضو خناقات وضرب وكل حاجه، بس الشرطه لازم تتدخل. يعني انا كويس ان الشرطه امبارح على طول قبل صحيح تم يعني التعامل بعد سريعا المباراه في بساعتين ثلاثه الداخليه طلعت بيان وقال تم القبض على 5 اشخاص، بغض النظر بقى ايه اللي هيحصل معاهم بعد كده، ورئيس الاسماعيلي عايز يتم الافراج عنهم، ورئيس الاسماعيلي طبعا ده تصريح يعني تصريح ودي مثلا او بيخطب جماهير ودي جماهيره او مش عايز، اللي انت عارف دايما حتى ده بيحصل في الزمالك وبيحصل في الاهلي، اي حد بتقبض عليه بيطلع تحركات من الانديه ان يتم الافراج عنهم، لكن المفروض ده ما يحصلش، خصوصا ان صحيح. انت اعتديت بشكل يعني قدام بصوت وصوره، يعني احنا كلنا شفنا الحركه. وعلى فكره الاسماعيلاويه انا شفت اسماعيلاويه وشفت زملكاويه ادانوا الموضوع وطلبوا باتخاذ اجراء قوي ضد وده النادي، غريب لان شويه احنا لان احنا عايزين نقف عند النقطه دي. عبد احنا الفتاح اخد ابتدينا رايك الدوري فيها، ب 2000 ونص، لانه الحقيقه الاهلي والزمالك بينهم صراع تاريخي منذ يعني من داخل في 100 سنه،
ومتواجدين الاثنين في القاهرة وجمهورهم بيقابل بعض طول الوقت وبيلعبوا أهلي والزمالك من قديم الأزل، وقبل حتى تحديد العدد كان بيبقى الملعب على آخره، والفريق اللي بيكسب خلاص بيكسب والجمهور بيروح، ما شفناش حالة شغب. ممكن تحصل مناوشات من وقت للتاني، لكن ما فيش حالة الكراهية الصعبة دي، رغم ان هم متنافسين بشكل كبير اكبر بكتير طبعا من الاهلي والاسماعيلي او الزمالك والمصري او غيره، ورغم كده ما بنشوفش الحساسيات الموجودة بين جمهور الاهلي مثلا وبين جمهور خط القناة سواء بورسعيد او الاسماعيلي او غيره. بتشوف ايه اسباب هذه يعني الخصومة المبالغ فيها المتجاوزة حتى للكرة، وازاي ممكن يتم التعامل معها؟ هي الموضوع زاد قوي لو تفتكر بعد ظهور الالتراس ووايت نايتس الزمالك، التراس الاهلي ووايت نايتس الزمالك، بدات بقى من هنا العصبيه الجامده والحماس اللي هو غير مبرر اللي بيتطور ان احنا نشتبك مع بعض وان احنا نحفل على بعض وان احنا نضرب بعض في وقائع كلنا فاكرينها طبعا ومؤلمه ومؤسفه، وكان بيتم بخروج عن النص بشكل كبير جدا. في مره زملكاوي تم حرقه وتم الاعتداء عليه بشكل كبير اظن من 15 يعني من مده طويله. لكن المفروض المطلوب دلوقتي ايه؟ لازم يكون في انضباط اعلامي. انا بقول لك نفس الكلام، ومش على القنوات بس، حتى على اليوتيوب. انا ما ينفعش ان انا المشاهير بتوع اليوتيوب برضو سواء في المعسكرين ابيض او احمر ويطلع برضو يدعي المظلوميه ويدعي ان النادي الثاني هو اللي متحيز وهو اللي بياخد الفوائد، وهو ما ينفعش ان انا كجمهور افضل اتلقى الكلام ده وما تستناش مني رد فعل، لا لازم هلاقي رد فعل. لكن هي الميزه دلوقتي موضوع تذكرتي وموضوع الناس بقت معروفه وموضوع الكاميرات اللي بتصور والموبايلات اللي بتصور، في كل حاجه بتتجاب. بس انا مش هفضل مستني، ممكن في ثانيه يحصل كارثه. يعني انا كويس ان انا بقبض عليهم، بس انا المره الجايه ممكن ما الحقش اقبض على حد، لحد ما حدث حد يعني حاجة. ما جزاره بورسعيد انا لما كان اشوف الاهلي اجراء بيروح اخد اجراء يلعب قوي. في استاد بورسعيد وبيكسب، يعني الاهلي والزمالك اللي هما دايما الاقرب للمكسب سواء حتى على الاسماعيلي او المصري او غيره، كان بيكسب ويرجع. الاهلي راح كسب الاسماعيلي 6-0 على ملعبه، والملعب كان مليان كامل العدد، من العدد مش واحد نزل الملعب. طب ايه اللي اتغير وليه الموضوع وصل او درجه التعصب وصلت للشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ وزي ما بقول لك دايما العلاج ايه غير قصه التناول الاعلامي؟ العلاج العدلي يا تامر، يعني وقعت بورسعيد مثلا اللي هي وصمه عار طبعا في جبيننا كلنا انها حصلت طبعا، وربنا يرحم الشهداء اللي ماتوا. ايه اللي حصل لحد دلوقتي؟ ايه اللي حصل بعدها؟ لحد دلوقتي القضيه اتعومت طبعا سنين، وحتى ما حدش يعرف بالظبط ايه اللي حصل، هل تم فعلا اعدام ناس؟ هل تم حبس ناس؟ الموضوع انا لو هطبق العدل، انا دلوقتي لو واحد من الجمهور عارف ان انا لو اعتديت على اتوبيس النادي الاهلي او اتوبيس اي فريق جماهير او اي فريق بغض النظر عن لونه، يعني هيتم التعامل معايا كشغب بقى ملاعب، وان انا هتحبس فعلا، وان النادي بتاعي مش هيتدخل ويتم الافراج عني بحكم مثلا ان انا جلسات صغرت السن عرفية او بقى حفاظا على وبتاع. مستقبلي. ما انت مستقبلك كان فين وانت ما فكرتش ليه في مستقبلك وانت بتعمل كده؟ يعني مستقبلك ده افتكرته بس لما تم القبض عليك، كان لازم تفتكر مستقبلك ده قبل ما تعمل الاجراء ده، وان انت تعتدي وبعيدا كمان عن الحبس على او اي غيره، حد، انت عندك دلوقتي زي ما على انت شخص، اشرت على ان في تذكرتي وفي قاعده بيانات كامله للمشجعين، فزي ما بيحصل في اوروبا مثلا، المشجع اللي بيتجاوز ممكن يمنع من دخول الاستادات مدى الحياه لو اطلق لفظ عنصري مثلا على مدى لاعب لو الحياة، اي شيء، صحيح ما مدى انت الحياة. مسيطر بشكل كامل. وبعدين انت لو وقفت له تذكرته خلاص مش هيعرف يدخل تاني الاستاد، الموضوع بقى محكوم. انا بقول لك عشان نتقدم، احنا صعب ان احنا نرجع ورا، احنا ابتدينا ب 2000 ونص دلوقتي 5، بنتكلم بعد كده ب 10,000. الحركات دي هتخلينا نرجع تاني لورا، واحنا احنا شكلنا وحش يا تامر قدام الناس. الناس لحد دلوقتي في ناس مستغربه ازاي الدوري المصري بيحضروا 5,000 بس، الدوري المصري اللي فيه مصر اللي فيها اكتر من 100 مليون، وكان الملعب استاد القاهره بتملي، واي ملعب لما تلاقي الاهلي او الزمالك بيلعب بتلاقي الملاعب مليانه بالجماهير، وكان بقى شكلها راقي وشكلها محترم وكل واحد يشجع فريقه، ويحصل مناوشات خفيفه عادي ما فيش مشكله ان انا اتكلم معاك كنوع من الهزار او من نوع من المداعبه ان انا فريقي فاز، لكن ما ردش عليك بشكل غير حقيقي. مقبول، او لان ده هي دي الرياضه، هي دي الروح الرياضيه. انا النهارده بخسر لازم اتقبل ان انا خسرت، لان انا لما افوز برضه بكره عشان الاخر يتقبل خسارتي. ما ينفعش ان انا مجرد ان انا خسرت خلاص ان انا اعلق شماعات، وان انا التحكيم اللي ظلمني، وان انا الفريق المنافس هو اللي بيتجامل.
طب ما انت كنت فين لما كنت بتفوز؟ ليه ما كنتش بتقول الكلام ده؟ يعني الكلام ده بس الشماعات الناس المسؤولين بيفتكروها لما بخسرهم، ما بتفتكرش الشماعه صحيح. وزي ما دي قلت لما لك بيتم التبادل، بتفوز. يعني اللي كان بيكسب النهارده لازم يكون في انضباط اعلامي كبير كان جدا. هو اللي امبارح بيشتكي من التحكيم، واللي بيكسب واللي كان بيخسر امبارح كان هو العكس. يعني بيحصل تبادل للادوار دايما، ما فيش حد بيعترف بالمسؤوليه ابدا ويقول احنا خسرنا عشان كنا سيئين او عشان ما قمناش بتدعيم الكفايه او غيره. شكرا ليك الاستاذ عبد هي الفتاح الخلاصه احمد، كامل بعد اذنك. شكرا جزيلا. لازم بعتذر، انضباط، لازم بعتذر انضباط وعداله، للاسف انضباط وقتنا اعلامي انتهى. وعداله تحكيميه. شكرا ليك يا استاذ عبد الفتاح احمد الصحفي والناقد الرياضي، كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه من الدوحه.